بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد. أخي، تب قبل أن يدركك الموت، أنفق قبل أن تحيط بك فاقة، أعن أخاك قبل أن تحتاج إلى عونه، أحسن بالقول والفعل قبل أن لا تستطيع. فاليوم أنت فيه، وأمس فاتك بلا عودة، وغدا لا تدري إذا كنت تشهده أم لا. والزهد فيما بأيدي الناس مجلبة حبهم، والزهد بالدنيا يقربك إلى رضوان ربك. واعلم أن كل شهوة قضيتها ذهبت لذتها، وكل من صرفت عيناك إلى ما متع الله به غيرك سبب في انصراف القلب عن التفكر بما أنعم الله عليك. وحياتك ساعة، فلا تفوت خيرها ولا تقع في فخ شرها، فالعمر أقصر من أن تضيعه بما يغضب الله. فاتق الله تربح، واسع في خلاص نفسك تفلح، هداك الله، تاب الله عليك وأحسن الله إليك، وسبحان الله والحمد لله.